وأضاف شكري أن هذا المشروع يعد تأكيدا على التزام مصر بدعم جهود التنمية ليس في تنزانيا فقط بل في دول حوض النيل، مشيرا إلى دور وجهود الشركات المصرية في المشروعات التنموية في القارة الأفريقية. أصحاب السعادة بإجمالي استثمارات 2.9 مليار دولار وقدرة توليد 2000 ميجا وات، يعد مشروع جوليوس نيريري أحد أكثر المشروعات الطموحة في مجال الطاقة في قارتنا، وسيسهم بفاعلية في تطوير تنزانيا، وسيكون له أثر ملحوظ على حياة الأشقاء والشقيقات في تنزانيا.